الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله يبتدي الشوط الأول بين اليونايتد وبين الدانا أبناء سيئات على يسار المنصة بالطقم الأسود واليونايتد على يمين المنصة بالطقم الأحمر والمعتاد. نعم اللعبة الكرانة الدانا مرور لكن صبرة حضرة خطأ مالا لصالح فريق الدانا في هذه اللحظات. الخطأ الأول لمصلحة أبناء الدانا نرحب بالجمهور الكرام اللي متواجدين هنا في نهائي دورة الشمال في جزيرة تاروت. خطأ هنا على التنفيذ يوسف اللعبة الكرة وصلت في الجهة اليمنى مرور عدة عرضية لكن اصطدت في الأعمال للكتيبة السوداء للكتيبة أبناء سيئات. اللعبة الكرة علالة الاستلام هناك جعفر الكابيتانو طالت عليه وصلت إلى الرمية الجانبية لمصلحة اليونايتد. طارق الزول طارق اللعبة إلى العماني في منتصف الميدان العماني إلى طارق بلا هجمة من جانب الكتيبة الحمراء هناك وصلت في الجهة اليسرى عادت في الخلف إلى المرهون بحفظة عن زميل وصلت إلى طارق الزول طارق واقف على كورته اللمس النواه لكن الدفاعات أبعدها إلى خارج أرضية الملعب إلى الضربة الركنية الأولى لمصلحة اليونايتد. الضربة الركنية الأولى لمصلحة اليونايتد هناك على التنبيه مجتبى العماني مجتبى اللي أتى عن طريق الإعارة من فريق الحمامي الإضافة لفريق اليونايتد. لعبة الكرة العرضية لكن الكرة وصلت لا زالت في أرضية الميدان حصل على اليونايتد طارق لكن القوة والصراع وصلت لمصلحة الدانا في منتصف الميدان يحاول عندي مرور واحد اثنين لكن الكرة مقطوعة وصلت إلى اليونايتد بالأمام للعبندي من الكعب يا سلام وصلت في الجهة اليمنى لمصلحة اليونايتد هناك العبندي استلام العبندي تسديد أول التهديد من جانب فريق اليونايتد إلى خارج أرضية الميدان إلى ضربة مرمى لمصلحة الدانا. لمصلحة الدانا ضربة مرمى لعبة الكرة على الكرة تأطولية عادت رأسية من المرهون أمامية سهلة في أحضان حارس المرمى. لعبة الكرة لمصلحة الدانا في منتصف الميدان الكتيبة السوداء هنا في منتصف الميدان اللعبة في الجهة اليمنى وصلت أمامية استلام دوران مرور يحاول الكورته طالت تعدت ومرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى لمصلحة اليونايتد. اللعبة الكرة هنا التسديدة لكن اصطدت في العمان تحولت إلى محسن عبندي لكن أخرجها الدفاعات وصلت لمصلحة الرجال طارق في منتصف الميدان الرايق الأسمراني إلى العماني مجتبى اللي حاول كورته وصل في منتصف الميدان تغيير الاتجاه هنا في الجهة اليمنى لمصلحة اليونايتد واقف في كورته وصلت إلى غير العبندي لكن الكرة ما يطلع انتهت عادت الكرة لمصلحة اليونايتد يحاول يعدل كورته بحث عن حلول عن زميل لا زالت النظرة وتغيير الاتجاه النظرة إلى الزول طارق اللي يحاول كورته طارق البينية للعبندي لكن الكرة مقطوعة عادت إلى أبناء الدانا أبناء
الناصرات اللي يحاول بكرة بلدات اليمنى يحاول يعدي يحاول يمر وصلت انطلاقية انطلاق عرضية، لكن العمان اللي أبعدها العمان اللي أفرجها العمان اللي وصلت الكرة إلى الضربة الركنية والثانية اللي أبناء سيهات اللي مصلحة الدالة في هذه اللحظات. شويخات على التنفيذ، شويخات حسن على التنفيذ، الضربة الركنية اللعبة الكرة عرضية ممكن رأسية لكن الكرة مرت سلامات إلى خارج أرضية الملعب إلى الرمية الجانبية. نشكر الشخصيات المتواضعة عبد الله درويش، أحمد حسن العقيلي، حسن درويش، عباس عبد الله تراب، أبو شريف الخباز، أبو علي مقرن، إبراهيم الشاوش، جاسم الأبيض، عيسى الجمعان. نشكر الشخصيات ونشكر الحضور في دورة الزواج الخيرية للنسخة 18. نشكر الجماهير المتواجدة هنا في ملعب الشمال، ونشكر أيضا اللجنة، لجنة الحكام. نشكر أيضا أبو محمد العجمي. خطأ لمصلحة اليونايتد في هذه اللحظات. مجتبى العماني على التنفيذ، اللعبة الكرة وصلت إلى المرهون علي، التسديدة علي المرهون، اصطدت الكرة تخلصت إلى خارج أرضية الملعب إلى الضربة الركنية لمصلحة اليونايتد. من راح يسجل أول؟ من راح يشعل المباراة؟ اليونايتد أم الدانة؟ هناك الضربة الركنية والثانية لمصلحة اليونايتد. هل يستغلون الضربة الركنية؟ هل يستغلون الضربة الركنية؟ اللعبة تنتف العرضية، هذه خطرة لا زالت، لكن خليفة أبعدها، خليفة في الوقت المناسب أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. عادت من جديد إلى الضربة الركنية لمصلحة اليونايتد. هناك على التنفيذ انتف، انتبه على التنفيذ الكرة، لعبة الكرة في الخلف إلى العمان، مجتبى تسديد ربه. وي جعفر ستة، مجتبى، مجتبى من بعيد، مجتبى من بعيد، مجتبى من منتصف الميدان، تسديدة لا تصد ولا ترد. مجتبى ابن تاروت يأتي بالهدف الأول، يأتي بالهدف الأول من بعيد، لا تصد، لا تصد ولا ترد. في اللقطة السابقة العماني، العماني نعم يأتي بالهدف الأول للكتيبة اليونايتد، للكتيبة الحمراء، يسجل هدف التقدم، يسجل هدف التقدم والأول هنا في الشوط الأول في الحصة الأولى. واحد واحد اليونايتد، لا شيء، لا شيء دون نعم العماني مجتبى اللي يسجل الهدف الأول، اللي يسجل الهدف الأول لمصلحة اليونايتد. هل يردون أبناء الدانة؟ هل يردون أبناء سيهات؟ هذا محسن يحاول بكرته لكن الكرة مقطوعة، الكرة مقطوعة، وصلت في منتصف الميدان لمصلحة عادة قطعها العماني صاحب الهدف الأول في هذا اللقاء نعم لمصلحة اليونايتد. لعبة الكرة هنا، اللعبة قطعها الكرة وصلت لمصلحة الدانة أمامية هنا في الجهة اليمنى لمصلحة الدانة، يحاول كرته، يحاول يعدي الصراع العماني، عدت الكرة وصلت إلى المسكين جعفر تحضير.
الكبير وصلت لكن الكرم مقطوعه الكرم مقطوعه عادت من جديد لمصلحه الدانه بينيه خطره تسديد فرق اللي يتعلق باللقطة السابقة اللي أبعدها من الشباك كان أن يأتي الهدف حرف التعديل وهدف أول لمصلحة الدولة لكن الفرق اللي تعلق بالشباك اللي أبعدها نعم الفرق عيني عليك بادي الفرق اللي بعدها في اللقطة الماضية نعم 1-0 1-0 لا زالت المباراة نعم وصلت إلى طارق استلام مرور لكن الكرة ما يقطعها وصلت هناك في الجهة اليسرى لمصلحة الدانة لعبة الكرة خطرة هناك العرضية لكن اصطدت وتحولت الكرة دخل يسر المرهون وصلت أمامية إلى محسن عبندي محسن يحاول بكرته لكن هناك الكرة اتخلصت وتحولت إلى الرمية الجانبية لمصلحة اليونايتد وصلت في منتصف الميدان العماني مشتبه حاول بكرته وصلت إلى انتيف لكن هنا خطأ لمصلحة اليونايتد 1-0 هي نتيجة لسه نلعب في مجريات الشوط الأول لسه هل تبقى على ما هي أم هناك رد من جانب فريق الدانة أم هناك زيادة غلة الأهداف من جانب فريق اليونايتد راح نتابع هذا اللقاء الكبير اللي يجمع فريق الدانة وفريق اليونايتد لعبة الكرة من طارق النظرة وصلت هنا بالجهة اليمنى لمصلحة اليونايتد انتيف يحاول بكورته طارق يحاول يعدي لكن خطأ لمصلحة اليونايتد في هذه اللحظات خطأ في منتصف الميدان للكتيبة الحمراء اللي يتقدمون بهدف لحد الآن طارق وصلت في الجهة اليسرى لمصلحة اليونايتد اللعبة البينية طارق في منتصف الميدان عادت الكرة مقطوعة لمصلحة الدانة هنا في منتصف الميدان أمامية لكن الكرة مقطوعة عادت لا زالت لمصلحة الدانة اللي حافظ على الكرة وصلت إلى الميدان إلى الرمية الجانبية لمصلحة الدانة الرمية الجانبية جعفر المسكين لعب له كرته على التنفيذ اللعبة لا زالت الكرة وصلت إلى العبندي استلام العبندي اللي حاول كرته هناك الصراع على الكرة هناك وصلت إلى خارج رمية الملعب إلى رمية الجانبية لمصلحة الدانة هنا الكرة وصلت في منتصف الميدان كميل وصلت إلى جعفر اللي يحصل على خطأ لمصلحة الدانة خطأ في هذه اللحظات لمصلحة الدانة هنا على التنفيذ الكرة محسن زين الدين على التنفيذ الكرة راح نشاهد حائط بشري مكون من لاعبين محسن زين الدين على التنفيذ الكرة محسن اللعبات تخلصت المجتمع العماني راسية وصلت عادت في الخلف لمصلحة الدولة استلام وصلت يحاول كورتا تمريرة بينية لكن مجتمع قاطع المال والكهرب مجتمع هدف اللقطة السابقة مجتبى وصلت الكرة إلى الضربة الركنية لمصلحة الدولة الضربة الركنية لمصلحة الدولة في هذه اللحظات ممكن في رد من جانب فريق الدولة راح نشاهد هنا على التمرير لعبة الكرة الرأسية للارتقاء لا زالت خطرة
الله في مناطق الجزاء، لكن ابعاد من الدفاع، ابعاد ابعدوها الى خارج ارضية الميدان، ابعدوها الى الامان، ابعدوها الى الرمية الجانبية لمصلحة الدانة. في هذه اللحظات اللعبة في المسكين التنبيل، ابعد المرهون تسديدة، لكن الكرة الى خارج ارضية الميدان الى ضربة مرمى لمصلحة اليونايتد في هذه اللحظات. ضربة المرمى لمصلحة اليونايتد. إذا اليوم تشاهد هنا في جزيرة تعرونت بالنسخة الثامنة عشر هنا اليونايتد ودانا اليونايتد اللي يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب مجتبى العماني اللي سجل الهدف الأول. وصلت إلى العمندي محسن لا زالت في أرضية الميدان، محسن مرور يحاول يقدم كورته لكن هنا صابرة، هنا خطأ لمصلحة اليونايتد في هذه اللحظات، خطأ لمصلحة اليونايتد في هذه اللحظات. اليونايتد اللي كان وصيف في النسخة السابقة، في النسخة السابعة عشر، نعم وصيف البطل كان بالنسخة السابقة الربيع على التنفيذ العماني مجتبى العمان على التنفيذ تسديده. مرت الكرة، مرت بأمان، مرت بأمان إلى خارج أرضية الميدان إلى ضربة مرمى لمصلحة الدانة. ضربة مرمى لمصلحة الدانة على التنفيذ. هناك اللعبة الكرة طولية خلصها المرهون الرأسية، وصلت إلى طارق الزول، طارق يحضن على كرته، طارق لعبها للعماني في منتصف الميدان، وصلت الكرة تيف هنا، وصلت في الجهة اليمنى لمصلحة اليونايتد واقف على كرته، اللعبة للعماني في منتصف الميدان، العماني عدى، العماني دار، وصلت هنا الكرة في الجهة اليمنى انطلاقية يحاول كرته لكن الكرة عدت مرت إلى خارج أرضية الميدان إلى الرمية الجانبية لمصلحة اليونايتد. وصلت هنا العماني طارق الزول، طارق اللي تشوفه في الجهة اليمنى، طارق اللي تشوفه في الجهة اليسرى، طارق تشوفه في الأمام، طارق تشوفه في منتصف الميدان، تشوفه في الدفاع، تشوفه في كل مكان. هذا جوكر، هذا جوكر طارق الزول. الكرة هناك وصلت لمصلحة الدانة، وصلت لمصلحة الدانة هناك في الجهة اليسرى لمصلحة مين؟ هناك الصراع على الكرة لا زالت في أرضية الميدان، لكن حكم الراية الأستاذ علي العوامي اللي يشير إلى الرمية الجانبية لمصلحة الدانة في هذه اللحظات. هناك لعبت على التنفيذ، وصلت مقطوعة، العبندي لعب لكن الكرة مقطوعة عادت لمصلحة الدانة. هناك الكرة مرت إلى الرمية الجانبية لمصلحة اليونايتد. هناك المرهون على تنفيذ الكرة، اللعبة الرأسية هناك، لكن الحكم يشير إلى الرمية الجانبية لمصلحة اليونايتد. المرهون على تنفيذ الكرة، اللعبة هناك وصلت إلى محسن العبندي لكن إبعاد، وصلت إلى الرمية الجانبية. الشخص القريب جدا الذي يبحث عن النجاح ويكرم بدون استثناء، يعمل بدون اي ملل، يعمل لمساعده الجميع من كل النواحي، هذا الشيء فقدناه.
من سنوات الماضية. الآن نعيش فترة تجريبية فريدة من نوعها مع محمد القصيمي. شكرا بحجم السماء، شكرا لرئيس لجنة التعليق محمد القصيمي، نعم، وشكرا للجنة المنظمة، وشكرا أيضا لرئيس لجنة الحكام الأستاذ أبو محمد العجمي، نعم، موسى العجمي، وشكرا للحاضرين اللي متواجدين هنا في دورة الشمال في نهائي يجمع اليونايتد ويجمع أبناء سيارات الدانة. هناك الكرة المرهون، الصراع مقطوعة وصلت إلى الدانة أمامية، هناك البينية لكن مقطوعة، عادة الكرة بينية، هذه خطرة، خطرة تسديدة، عادة الأمان إلى خارج أرضية الميدان، إلى ضربة أمان، إلى ضربة أمان لمصلحة اليونايتد. اللعبة الكرة هنا في الجهة اليمنى لمصلحة اليونايتد الانطلاقية، لكن الكرة وصلت إلى دفاعات الدانة، إبعاد إلى خارج أرضية الميدان، إبعاد إلى الرمية الجانبية، إلى بدل الأمام إلى الرمية الجانبية لمصلحة اليونايتد في هذه اللحظة. إلى زميلي محمد القصيمي. نعم، شكرا للزميل هاشم على ما قدمه من تألق، نعم، في بداية الحصة الأولى، نعم، 1-0 لمصلحة اليونايتد. أدى الفعل، ننتظر الفعل من أبناء سيارات أصيل. مرة الكرة عادت لكميل، الحصار حاضر في منتصف الميدان، انتيف من يقود هجمة، انتيف لعب الكرة لكن وين؟ لخارج أرضية الميدان، لخارج أرضية الملعب لتتحول لضربة مرمى لمصلحة أبناء سيارات. كرة لعبت وصلت للمسكين عبد الله، تمريرة للعطية عادت لجعفر المسكين، تحضين بالمهارة لكن عدت ووصلت أقرب لطارق الزول، طارق مر، طارق عدى، تخلصت العادة، صفر حاضرة، خطأ ومخالفة لمصلحة اليونايتد. من سيتغلب في هذه الليلة؟ الكلام بدري، الكلام بدري، نعم، من سيتغلب في هذه الليلة؟ اليونايتد بقدم مصطفى الحماني يتقدم بال1-0. من سيكون بطل أول لهذه البطولة؟ نعم، خطأ لمصلحة اليونايتد، نعماني على التنفيذ، لعب لك العادة لرامي، من يقود الخط الخلفي والخط الدفاعي من جانب الكتيبة الحمراء، رامي لعب لك كرة أمامية لكن فيسالة في أحضان حسين الخليفة اللي حصل عادة لعبد الله المسكين، سيطر عليها عبد الله، نظرة وصلت لمحسن زين الدين على الجابة اليسرى للعطية، مرة لك كرة تعود في منتصف الميدان، كرة أمامية باتجاه كميل، ومتركها لجعفر المسكين، تمريرة لكديج حسن، عادت لأصيل في مكان، تخلصت عادة وصلت لنتيف، تمريرة لطارق يا على نقله، عادت لعلي ابن جواد، مر جواد محسن، جولادي اتحاد، تخليص عادت لطارق، طارق مع كرة لكن العطية خلصها، بتعود وسط صافرة حاضرة، الراية نعم الاستاذ علي العوامي، تعلن عن مخالفة وخطأ لمصلحة الدالة، لعبة سريعة عادت لمحسن زين الدين، بتعود عادت وسط لعبد الله ابن المسكين الانطلاقة عن جبل يسر، عبد الله مر، عبد الله يتقدم ما زال بكورته، لكن الصراع الحاضر، التخليص الحاضر من المرهون أبعدها، علي خلصها لرمية جانبية، نعم، بطل هذه الليلة سيكون لأول مرة يحصد هذه البطولة. اليونايتد وصل للنهائي العام الماضي تصويب، لكن وين؟ لخارج الديار، لخارج أرضية الميدان. كل الشكر للشخصيات الحاضرة، كل الشكر للداعمين في هذه البطولة لنجاح هذه البطولة. 18 عام في مشروع عمل للخير، نعم، كل شكر
للحاضرين نعم رمية جانبية الآن لمصلحة أبناء السيارات يسابقون الزمن يبحثون عن هدف تعديل. هل سيكون حاضر أم الصمود؟ الحاضر من جانب الفرقة الحمراء خطأ لمصلحة أبناء السيارات. هنا الكرة اقرب للعطية المرة الكرة لمحسن زين الدين اللعبة سريعة عادت محسن تمريرة لعبد الله يا ولد على كنترول لكن ما مرت بتعود من المرهون عادت للعماني صاحب الهدف الأول للنتيف بتعود لمحسن تخلصت علي جواد تمريرة للنتيف على الجابة اليمنى النتيف يحاول يسيطر عليها ما سيطر عليها في اللقطة الماضية وبالتالي عدت لخارج أرضية الميدان عدت لضربة مرمى لمصلحة الدانة. نعم صراع حاضر من سيكون بطل لهذه البطولة من سيكون في هذه الليلة من ستكون الابتسامة الحاضرة ببطل هذه الليلة. كرة اللعبة توصلت هي أقرب لأصيل اللي حاول بكورته لكن التخليص الإبعاد من المرونة بتخرج لخارج أرضية الميدان. نعم 60 دقيقة هل ستحدد مصير بطل هذه الليلة أبناء سيهات أم أبناء اليونايتد ورفقاء أم محمد أمان ورفقاء علي أمير؟ كرة اللعبة أصيل تمريرة بتعود سلسل الكرة البحث عن زميل هذه خطأ لكن عدت لخارج أرضية الميدان عدت لرمية جانبية لمصلحة اليونايتد. دعم لحماني أضع اليونايتد في المقدمة بكرة صاروخية. نعم عبرت شباك حسين بن خليفة حدت الكرة للتيف عبد الله مرة الكرة لطارق طارق حصلها طارق نقلها ابتعود في منتصف الميدان لعماني مرة الكرة لكن قراءة الكرة الماضية من مين من العطية عادت لعبد الله المسكين تمريرة لأصيل ابن شويخات نقلها جعفر المسكين هيئها لكن ما كملت بالعماني بالتغطية ابتعود من المرهون لخارج أرضية الميدان ميدان لرمية جانبية الآن لمصلحة اليونايتد. كرة اللعبة وصلت عادت تخليص من رامي المقبل لخارج أرضية الملعب لرمية جانبية لمصلحة الدان الآن الرمية الجانبية. نعم 6 حكام داخل أرضية الميدان يراقبون يتابعون بالتالي أي شيء يحصل داخل الأرضية. رمية جانبية ابن كديش حسن على تنفيذها الرمية الجانبية ستكون على الطريقة الإنجليزية. كرة اللعبة توصلت كوميل لكن وين الكرة الماضية رأسية عدت لخارج أرضية الملعب عدت لضربة مرمى. كل الشكر لدورة الشمال بالتعاون مع رابطة الهواة لكرة القدم بمنطقة القطيف. نعم رئاسة الأستاذ محمد العدني. نعم كرة لعبة وصلت لمحسن العبدي محسن الإدارة لكن ما كملت بتعود للعماني سيطر عليها العماني في منتصف الميدان يبحثنا عن زميل من مثل الأمنح المضراوي في هذا الموسم. نعم في دوره بمصر دور الدرجة الثالثة خطأ لمصر اليونايتد خطأ للكتيبة الحمراء خطأ يبحثون عن تحديد النتيجة. أحد دكة بدلاء الفريقين من أبرز من جانب الدانة بكل تأكيد هو علي بن مدى ومن جانب اليونايتد من أصر سرور ضربة حرة مباشرة لمصلحة اليونايتد عالية أمامية لكن وين لخارج أرضية الملعب لخارج أرضية الميدان ما زالت النتيجة 1-0 لمصلحة أبناء اليونايتد. كل لعبة وصلت لعطية مرورة لعطية تمريرة لعبد الله المسكين مسكها عبد الله لحسن كديش على الجابة اليمنى قدم كورته للأسمراني محسن زين الدين لعب كرة لكوميل غريدة بدورة راسم كورته لمحسن بالتعود محسن حول كورته حسن كديش مرة حسن مع كرة لكوميل غريدة غريدة تمريرة لعبد الله المسكين مسكها تمريرة خاطئة ابتعود للحماني مرر الكره باتجاه طارق 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 حصلها طارق ممكن المرور بين اثنين طارق ما زال يحاول يكون مره تعدى توصل
يا أصيل اجبر قاتل مسكة أصيل مع كرة أصيل النظرة الكرة الأمامية واتجاه جعفر ابن المسكين سيطر عليها صافر حاضرة خطأ بداعي الدفع من الخلف اللقطة الماضية وبالتالي ضربة حرة مباشرة هل سيأتي هدف تعديل من الضربة الحرة المباشرة الضربة الثابتة لمصلحة الدانع هو الأقرب محسن زين الدين نعم أو عبد الله المسكين مين اللي راح ينفذ هذه الكرة المتعاد بالضربات الثابتة بكل تأكيد محسن هذا الأسمراني يمتلك قدم يمنى قوية تدل الشباك محسن زين الدين حائط بشري مكون من ثلاثة لاعبين فرجة لمبارك نعم خلف حائط الصد محسن زين الدين الكل يترقب لهذه الكرة محسن زين الدين صوت محسن زين الدين أتى بالتعديل سيارات الآن كلها فرحانة نعم هو محسن ابن زين الدين يأتي بالتعديل لمصلحة الدالة القديمة السوداء نعم أتت التحية من دكة بدلاء الدالة نعم لمحسن على كرة سكنت شباك اليونايتد لتعلن عن التعديل الآن واحد لواحد واحد لواحد جايين جاي مباراة نهائية نارية بكل تأكيد واحد لواحد الآن وما فيش حد أحسن من حد نعم كرة لعبة وصلت للمرهون عادت في مكان دقيقة واحدة دقيقة واحدة محتسبة كوقت بدل ضاع أصيل اسمه خدت منير عادت لعلي ابن جواد البحث عن زميل علي جواد تمريرة تعود تخلصت من الدفاعات عادت لرمية جانبية عادت لمنتبة لعماني هيئة لعماني مع كرة دوران من لعمان بتعود لهذه العاصمة الجابة يسرح علي يحاول كورتة منتبة مع كرة يحاول فيها تمريرة ممكن عادت لمنتبة وحط على كورتة بحث عن زميل عادت لعلي ابن جواد اتخلصت عادته لرامي المقبل ابتعود لمستبى لحماني مستبى تصويب لكن حسن ابن كديش في اللقطة الماضية هو اقرب عادة المسكين عبد الله من يقود لهجم عبد الله مع كرة عبد الله نظرة الحطية تمريرة لكن وين الكرة الماضية اقرب لفرج لمبارك اللي تحت الكرة حدت إثارة أرضية الميدان حدت لرمية جانبية لمصلحة الدار الآن كل حد وصلت لمحسن زين الدين لكن ومع صافرة الاستاد عماد المدد تعلن عن نهاية الشوط اللقاء الأول قالونا من 50 دقيقه حامل اللقب في هذه الليلة هي لسه
لسه باقي 30 دقيقة، باقي 30 دقيقة، هي اللي تحدد المصير، هي اللي تحدد البطل، هي اللي تحدد البطل الجديد. اليونايتد على الدورة، اليونايتد على الدورة، الدورة اليونايتد الجاف وسط العبالي واقف بكورته. النقلة على طارق الزوم، طارق الزومية اللي مصلحة الناس هات ومصلحة الدولة، هو عادل في الدقائق الأخيرة في وقت الضايعة في مجريات الشوط الأول اللي أتى بالهدف التعديل. نعم هدف أتى من الشوط الأول اللي سجله نتيجة 1-1
ما راح تنتهي، ما راح تنتهي نتيجة واحد لواحد، ما راح تنتهي، لازم في هدف ثاني من جانب الفريقين. لعبة طارق ابعاد الكرة الماضية عادت من جديد لمصلحة اليونايتد. مجتبى العماني، مجتبى الى طارق الزول، طارق واقف بكورته، طارق يحاول، طارق اللعبة البينية هذه لا زالت لمصلحة اليونايتد. تعثر جول سدد، لكن الكرة الى خارج ارضية الميدان الى ضربة مرمى لمصلحة الدانة. اللعبة الكرة من نفس الهدية العملية وصلت إلى رامي، رامي قام بالدفاع وصلت إلى محور الحرب، مجتمع العماني وصلت عادت إلى رامي، وصلت إلى فنجات اليسرى، وصلت إلى الكيف بناء هيمة، تنقلات من الكرة واحد اثنين من جانب فريق اليونايتد. هم يمتعون، هم يمتعون. نعم رامي وصلت بمنتصف الميدان إلى طارق الزول العماني، النظرة مرهون، مرهون استلم، مرهون تقدم، مرهون عرض، وصلت إلى محسن استلام، محسن تسديد. محسن وقف قلوب، محسن وقف قلوب، لكن الكرة مرت في أمان، مرت في أمان إلى خارج الديار، مرت إلى ضربة مرمى لمصلحة الدانة، لمصلحة الدانة. لعبة الكرة أمامية وصلت إلى العماني، لكن الكرة مقطوعة، وصلت إلى مصلحة الدانة. هناك أصيل يحاول بكرته إبراهيم، هناك القوة، هناك مع العماني، وصلت الكرة لمصلحة اليونايتد في الجهة اليسرى، هناك حافظ على كرته، بحث عن زميل العرضية، خطرة خطرة. حارس المرمى عادت من جديد لمصلحة اليونايتد، طارق الزول تسديدة. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو اللي قاعد يصير؟ شنو المستحيل؟ القائم، القائم يقف مع الدانة في اللقطة السابقة، يقف مع الدانة. محسن، محسن، محسن باللقطة الماضية، لكن القائم بعدها، القائم يصف مع الكتيبة السوداء، يقف مع أبناء سيهات. نعم الكرة هناك وصلت إلى خطأ لمصلحة الدانة. هل تبديل يا أستاذ؟ هل تبديل يا أستاذ؟ الورقة الثانية من جانب فريق الدانة. أصيل يخرج، علي مدن اللي يدخل الورقة الثانية للكتيبة السوداء. نعم شاهدنا اللقطة السابقة، شاهدنا اللقطة السابقة لمصلحة اليونايتد. محسن العوندي، لكن الكرة مرت سلامات في اللقطة الماضية إلى ضربة، إلى اللعبة، إلى خطأ لمصلحة الدار الأمامية. هذا المدن اللي وصلت لمصلحة اليونايتد أمامية، هناك في الجهة اليسرى هناك التفوق لمصلحة الدانة، صراع على الكرة، لكن الكرة مقطوعة، عادت من جديد لمصلحة الدانة. طارق الزول عدى واحد اثنين، طارق وصلت إلى العماني، العماني في منتصف الميدان واقف بكورته، النقلة هناك في الجهة اليسرى لمصلحة اليونايتد في منتصف الميدان. طارق الزول، طارق حصل على كورته، طارق يحاول، عدى طارق، مرر طارق، وصلت هناك، يحاول بكورته لكن الكرة مقطوعة، عادت من جديد مقطوعة، وصلت لمصلحة مين؟ إبراهيم الحلال، إبراهيم الجهة اليسرى، إبراهيم اللي يبحث عن زميل رسالة في أحضان حارس المرمى الفريق، وصلت للمرهون، المرهون، المرهون اللي يتقدم بكورته، المرهون قلنا كورته أمامية، لكن الكرة عادت من جديد إلى طارق الزول، طارق في منتصف الميدان إلى انتيف، انتيف حصل على كورته، جعفر المسكين قطعها، وصلت إلى إبراهيم، وصلت إلى المدن، مدن يحاول كورته، الصراع مع المرهون، سقوط، لكن الكرة إلى اليونايتد، الكرة أمامية إلى محسن العبندي، الكرة إلى خارج أرضية الميدان، الكرة
الكره الى الرميه الجانبيه لمصلحه اهدام اللعبه الى مدى انقلاب عدت مره اخرى الى الرميه الجانبيه لمصلحه الدرع. لعبت الى العبندي محسن محسن انطلاقه محسن لكن خليل محسن في اللقطه الماضيه ابعاد من جانب الدفاعات الى الرميه الجانبيه لمصلحه اليونايتد. من سينتصر؟ من سيفرح؟ من سيحمل اللقب النسخة الثامنة عشر؟ نذكر بنتيجة اللقاء 1-1 اللي سجل اليونايتد مجتبى العماني اللي شاهدنا الهدف الأول لمصلحة اليونايتد هدف التعديل جاء عن طريق اللاعب محسن زين الدين اللي أتى بهدف التعديل في الوقت الضائع نعم في الوقت الأخير من بدايات الشوط الأول خارج عبر الراسية لكن الكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى ضربة مرمى لمصلحة اليونايتد هل تذهب إلى ركلات الجزاء هل تذهب إلى ركلات الحظ لكن لسه باقي وقت احنا نلعب في الدقائق الاولى من مجريات الشوط الاول هناك الكره وصلت لمصلحه الدوله جعفر مسكين السلام جعفر دوران جعفر سلم الى الحلال ابراهيم ابراهيم توغل تسديده طيران من الفرج أبعدها من الشباك أبعدها إلى خارج الديار أبعدها وصلت إلى ضربة ركنية لمصلحة الدولة إبراهيم العرضية لكن وين هذه أبعد من اللازم في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الميدان إلى الرمية الجانبية لمصلحة اليونايتد اللعبة الكرة هناك أبعاد من الدفاعات أبعاد وسط الرمية إلى إبراهيم لكن هناك تدخل فنصابر حاضرة من الأستاذ عماد المدن اللي يعلن خطأ لمصلحة الدولة بطاقة صفراء على اللاعب علي المرور اللي حصل بطاقة صفراء في اللقطة الماضية رامي يا أخي اللي قدامك لا عاد يشوف بهذه اللحظات لمصلحة الدانة نشاهد محسن زين الدين على التنفيذ الخطأ شاهدنا في مباريات الشوط الأول اللي نفذ محسن الدين اللي أتى بهدف التعديل في الشوط الأول راح نشاهد محسن زين الدين على تنفيذ الخطأ حائط بشري مكون من 3 لاعبين محسن على التنفيذ ينفذ محسن اللعبة الخطأ شنو اللي ضيعته يا جعفر المسكين في اللقطة الماضية على كرة مرت كان آليات الهدف الثاني لمصلحة الدانة الكرة على اللعبة عرضية استلام دوران هجمة منك سلسلة إهدار الفرص من جانب الفريقين على اللقطة الماضية يا محسن يا العبندي نعم خروج موفق وتألق من حارس المرمى الخليفة اللي بعد هناك الاستلام من جعفر يحافظ على الكرته جعفر باحث عن زميل عن حلول جعفر لكن هناك ابعاد من العماني الى الرمية الجانبية التنفيذ ولا ابعاد من الدفاعات من المرهون وصلت الى محسن زين الدين وصلت الجهة اليسرى لمصلحة
بلدانا، هنا التقدم، هنا مدن، هنا محسن زين الدين بناء من مليان من فريق الدانا. اللعبة عرضية راسية تألق حارس المرمى، تألق فرج، فرج أبعدها، فرج خلصها، فرج أبعدها، فرج خلصها. هنا خليفة، هنا فرج، هنا تخليص. اللعبة الكرة العرضية، ابعاد من الطارق إلى هجمة مرتدة. العب عندي، العب عندي. هنا خطأ، هنا خطأ لمصلحة اليونايتد، هنا خطأ لمصلحة اليونايتد، هنا خطأ في هذه اللحظات لمصلحة اليونايتد. شوط ثاني، شوط ثاني هو شوط شاهدنا فيه الكثير، شاهدنا فيه الكثير من الهجمات، شاهدنا فيه من المتعة. خطأ في هذه اللحظات لمصلحة اليونايتد. مجتبى العماني على التنفيذ. مجتبى العماني على التنفيذ. إذن هذا الخطأ وحائط بشري مكون من لاعبين. مجتبى اللي شاهدنا في المباراة السابقة مع الربيع اللي سجل هدف، هذا رجل السامع، هذا رجل السامع على كواردي العماني. إذن الخطأ لمصلحة اليونايتد في هذه اللحظات. تشاهدنا أيضا الهدف الأول في هذا اللقاء في مجريات الشوط الأول من رجل هذا اللاعب مجتبى العماني على التنفيذ. إذن هذا الخطأ العماني على التنفيذ، تسديدة لكن وين؟ إلى خارج الديار، إلى خارج أرضية الميدان، إلى ضربة مرمى لمصلحة الدانا. المران أنقل المايك إلى الزميل إذن النتيجة لازالت التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين في مباراة لن تقبل ولا تقبل أنصاف الحلول ولا تقبل القسمة على إثنين. كأس البطولة الذهب في الدقائق القادمة لمن سيكون؟ هل لليونايتد أم للدانا؟ مباراة استعانت في شوطها الثاني، يعلمون جيدا إن لم تحسم بأقدام أو رؤوس اللاعبين سيتجهون يا عبدي لأخطر الكرات ركلات الحظ الترجيحية. ما حد يحب ركلات الحظ الترجيحية، يكون يحسبون أمورهم من بدري من الوقت الأصلي. صافرة وخطأ، تألق الحراس، تألق الحراس في الدقائق الماضية لتستمر النتيجة وليستمر التعادل. طارق الزول، أعماني واقفين على الكرة الثابتة، أحد أخطر أسلحة كرة القدم هي الكرات الثابتة. طارق الزول، أعماني، لكن خليفة، أعماني مدركها لطارق، طارق وكرة الترقب، عرضية عالية. سيفين اللي أنا شايفة، سيفين اللي أنا شايفة، الله أكبر على كرة البطولة. الكرة الماضية، تألق، إبداع، إصرار، عزيمة. يا عين عيني، يا عين عيني، واحد لواحد لحد الآن في كرنفال رياضي كبير وسط حضور جماهيري غفير. يريدون أن يستمتعون بجوز كرة القدم، يريدون الاستمتاع بحلاوتها، بمتعتها، بإثارتها. على كل، على استقبال، على الجنديون، على إدخال، على مبدأ إذاعة الفيوم. ولا تهزم الدين، المباراة احلوت المباراة، احلوت المباراة. يبدو لي هنالك هدف قادم، يبدو لي هنالك هدف حاسم، هدف ذهبي، هدف بإنجاز، هدف بالبطولة. الأحمر ينادي، الأسود يبحث على قمة، على قمة كروية كبيرة. مباراة لحد الآن توفي بكل وعود، محسن
ساعات الانتظار قبل الساعات يا رب تجي يا رب تعدي وعاد كل يغني على ليلى في هذا المساء الجميل وضربة ثابتة والمحاولة لإعادة الكرة على في مكان تصوبت وخلصت عادت العبندية عيني شوف هيك شوف الجرينتا شوف الإصرار شوف العزيمة شوف السماكة طارق الزول بحر المساحات اللوحة لحل الفردي لكن الكرة صابرة وخطأ وسط احتجاج ربما الاطمئنان بطاقة هي الصفراء لعلي مدن بطاقة الصفراء سلامات لطارق الزول خطأ احترافي في اللحظة الماضية خطأ احترافي نلاحظ حضر حذر كبير وتغيير تغيير زين الدين بديلا لمحمد عطية هي الأوراق الرابحة هي الأوراق البديلة فيما تبقى من صوت المباراة الثاني زين الدين بديلا للعطية تقدم اليونايتد هذا كان ليل واحد لواحد لحد الآن ما فيش حد أحسن من حد إعماني أرسل لك كرة طولية عالية رأسية عدت إلى خارج الأرضية ومع الكرة ندك للمعلق محمد الهاشم بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نهائي الكبار يجمع بين الدانا وبين اليونايتد في بطولة الشامبيونز واحد لواحد من سيكون حامل اللقب الكبير سيكون حامل الذهب حامل الذهب في هذه البطوله واحد لواحد لا زال في هذا اللقاء الكبير في لقاء المثير الذي يسمع بين اليونايتد وبين الدادا كره ملعوبه لعلي مرهون لكننا نتحكم اللقاء لخطا لمصلحه اليونايتد خطا لمصلحه اليونايتد واحد لواحد في النهائي المثير في بطوله الشمال الخيريه من جزيره تاروت الذي يسمع الدانا وفريق اليونايتد بحضور جماهير كبير جماهير كبير وقصير في هذا النهائي الكبير كرة خطأ لمصلحة اليونايتد نعماني كرة ملعوبة نعماني كرة لزين الدين محسن كميل خرالي حصلهم لا كرة كميل حصلها وراحت إلى رمية التماس لمصلحة فريق الدانا رمية التماس لمصلحة الدانا كرة لمصلحة الدين وزالت النتيجة واحد كرة لحسن الكنيس يبحث عن زميل الكنيس إلى المدن علي مدن إلى حسن الكنيس كنيس كرة عالية كرة خلص المرهون بسلام وكرة إلى جعفر لكن اللاعب ساقط عن أرضية الميدان غبي يقوم بالسلامة السلام عليك يا رمي مدن لمصلحة اليونايتد شكرا هذه حلاوة كرة القدم بحضور الجماهير الكبيرة هذه والله لك على كرة القدم إلا بحضور الجماهير إلا بحضور الكبار في النهاية الكبار تبديل السر عماد كرة ملعوبة لمصلحة اليونايتد يبعد عن زميله هناك خطأ على الحلال لمصلحة اليونايتد تبديل لفريق الدانا دخول أحمد العون يقول أحمد العلي بديلا من كميل خريدة
هذه الفرقة فرقة أدنية يبحثوا عن الهدف الثاني قبل نهاية هذا اللقاء. فريق الدانة وفريق يناتي يبحثان كورة ملعوبة محسن زين الدين راسية يحصل أحمد علي أو لا، لكن عدت خارج الملعب إلى رمية التماس لمصلحة يناتي. المرهون إلى طارق الزول، طارق الزول يلعب على المرهون، المرهون إلى نعمان المشتبة، مشتبة كرة طويلة إلى جعفر، جعفر بن رجب، رجب جعفر، لكن ناصر التركي يخلص كرة على المدى في منتصف الميدان، كرة سريعة إلى أحمد العلي، لكن وين يا علي؟ يا عين على الزول، على طارق الزول، لكن عدت إلى رمية التماس لمصلحة فريق يناتي. رمت التماس لمصلحة اليونايتد، النعمان المجتبى يلعبها طويلة إلى كرة إلى ناصر الإسرار، ناصر وحسن كنيجة، خلص كنيج حسن إلى رمية التماس لمصلحة فريق اليونايتد. نلعب في آخر 10 دقائق على نهاية المباراة، نلعب في آخر 10 دقائق على نهاية المباراة أو 3 دقائق، نلعب في أخذها لكرة ناصر، ناصر لكن وين؟ وين عدت ومرت خارج الملعب الى ضربة مرمى. نلعب في اخر 3 دقائق على نهاية هذا اللقاء الذي يجمع بين اليونايتد وبين فريق الدانة، كرة ضربة مرمى لمصلحة فريق الدانة، محسن زين الدين، محسن زين الدين يعليها محسن، يعليها محسن راسية المدى، كرة إلى المرهون، هذا المسكين الكابيتانو، كفر المسكين، وعسل أحمد حسنين، كفر واحد على واحد، يعدي ولا يترك إلى المدى، على المدى، كرة إلى المسكين إلى علي، في مطرح الجزر المرمى، كانت الجيش اليونايتد، لكن عدت ومرت الى رمة التماس ونارك الحلال، قادم للحلال، طارق الزول، طارق المرتدة لمصلحة اليونايتد، يعدي الاول يا عيني الزول، يا عيني الزول، هنالك الطارق راح راح راح، كورة الى منتيف، الى عبد الله منتيف، عبد الله منتيف يبحث عن زميل، كورة ملعوبة يتركها للعماني، العماني مستوى تصديد الروح عدت ومرت الى ضربة مرمى. والان ننتقل للزميل المعلق خاصم الزميل. شكرا للزميل محمد الزلي على التألق الدام. اذا مشاهدينا متابعينا، يا من تشاهد، يا من تتابع، يا من التحقت بنا عبر التواصل الاجتماعي هنا وفي دورة الشمال للنسخة 18 الدانة واليونايتد لا زالت في التعادل الإيجابي، واحد لواحد، واحد لواحد، هل تذهب إلى ركلات الحظ؟ هل تذهب إلى ركلات الجزاء؟ روح انشاد في الدقائق الأخيرة، روح انشاد في الدقائق الأخيرة، نعم نلعب في الدقائق الأخيرة من مجريات الشوط الثاني، نلعب في الدقائق الأخيرة من مجريات الحصة الثانية، ثلاث دقائق هي الوقت المحتسب من حكم اللقاء الأستاذ عباد المدني اللي يحتسب الوقت المضاف والوقت البدل الضائع، نعم في هذا اللقاء المثير، في لقاء كبير، من سيحدد اللقب؟ من سيحدد البطل؟ من سيكون البطل؟ اليونايتد أم الدانة؟ الدانة هو أول المشاركات له بهذه البطولة الخيرية وبطولة الشمال بالتحديد، لعبت إلى العماني، العماني واقف بكرته في منتصف الميدان، انتيف خلاص الدقائق الأخيرة، الدقائق الأخيرة، هل تذهب إلى ركلات الحظ؟ هل تذهب إلى ركلات الجزاء؟ لعبت هناك إلى طارق، طارق الزول، طارق حاول بكرته، عد طارق لاعب لكورتا الى الرقب، جعفر البديل، جعفر البديل، لعبت الى العماني، العماني ناقل لكورتا لكن الكره مقطوعه. ناصر
مرحب. بسماحة الشيخ حسين نجم الحبيب. حسين نجم الحبيب ليتواجد في المحفل الرياضي. إذن هنا تبديل لمصلحة الدانة بهذه اللحظات. هناك سقوط في أرضية الميدان. سلامات إذن للاعب الواقع هناك بأرضية الميدان، إن شاء الله يقوم بالسلامة. ما الكرة إلى الرمية الجانبية لمصلحة اليونايتد. خلاص قربنا من انتهاء مباريات الشوط الثاني. لعبت هناك الكرة، رامي حصل له كرته، النقلة العودة إلى المجتبى العماني. مجتبى أنا أقول لك كرته أمامية لكن الكرة ما يطوع. وصلت هنا لمصلحة الدانة. الدانة في منتصف الميدان. المدن حصل له كرته، مدن عدى، مدن الاستلام هنا الراقان. وصلت الصراحة الكرة، القوة، الانطلاقة بين اثنين. الكرة هناك وصلت إلى إبراهيم. إبراهيم حصل عليها، إبراهيم عدى أرضية لكن أبعدها مجتمع، أبعدها للعماني إلى الضربة الركنية والأخيرة. إلى الضربة الركنية والأخيرة هناك لمصلحة الدانة. هناك إبراهيم على الترميم. هناك إبراهيم من راح يلتقي في الكرة، في الكرة هناك على الترميم. اللعبة لكن إبعاد، إبعاد من العماني مجتمع. محسن زين الدين عادها الكرة ومعها نهاية صبرك حكم اللقاء الاستاد عماد المدن ليعلن نهاية مباريات الشوط الثاني والحصة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1. الركلة الأولى التي بها روح الشوط. أحمد على التنفيذ، أحمد عين على الكرة، عين على الشباك. أحمد كرواتيا، كرواتيا يتصدى الركلة الأولى، يتصدى الركلة الأولى لمصلحة أبناء الدولة. دورك تصدى كرة الماضية. الآن أتى الدور حسين خليفة والأنظار تتجه على ناصر سرور. ناصر سرور وبرير ابن المسكين في مرماه. ناصر سرور وبرير المسكين، رداي المسكين، جيبا ناصر، ناصر المسكين. ناصر جابا، ناصر حطا، نعم 1-0. ونترقب هذه الضربة الثانية. هنالك ناصر، ناصر والفرج، ناصر والفرج، ناصر، ناصر والفرج. صدها، صدها الفرج. الركلة الثانية مهدرة من جانب فريق الدانة، والركلة الثانية لمصلحة اليونايتد. طارق الزول على التنفيذ، طارق، طارق على التنفيذ، طارق حتى بريك. الله على طارق، الله على طارق. يحيى بالركلة الثانية 2-0. اثنين اليونايتد لا شيء. الدانة اعصابك يا اعصابك، ضربات الحد الترجيحية، نعم فرج المبارك تصدى لثنتين. الان اتى الدور على ابن مدن، علي مدن في مواجهة مين؟ فرج ولا مدن؟ جول، نعم حطى بالمدن، جاب بالمدن، نعم الآن 2-1. 2-1 لمصلحة اليونايتد. ضربات الحظ، هنالك ضربات الحظ، ضربات الحظ. اليونايتد والدانا الاكتاف وبرير، الاكتاف او برير نشاهد الاكتاف، الاكتاف، الاكتاف.
لمصلحة اليونايتد. الرابعة لمصلحة أبناء الدولة أبناء سيارات السيد محمد زكريا على التنفيذ. الركلة الرابعة لكسيرة السوداء أبناء الدولة ليسجل السيد محمد بمواجهة الفرج. شاهدنا التعلق الكوب اليونايتد بطلا للنسخة الثامنة عشر. اليونايتد يحقق النسخة الثامنة عشر. مبروك مبروك اليونايتد مبروك اليونايتد. هارد لك هارد لك الثانى. نعم ألف ألف مبروك لاعبين جماهير يونايتد. هارد لك افضل لاعب في المباراة مجتبى العماني. افضل لاعب في المباراة مجتبى العماني. اما الان ننتقل الى التدريب. الف الف مبروك لفريق يونايتد حصولا على النسخة